نظم حزب مستقبل الوطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. أكد الحزب أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وتدعم القضية الفلسطينية بكل السبل انطلاقا من إيمان حقيقي وتضامن عميق وبعيدا تماما عن الدعاية الانتخابية. اعتقد ان انا كشاب النهارده انا بشوف ان احنا في العصر الذهبي لينا، لان احنا بدانا ناخد ادوار على ارض الواقع مش ادوار على ورق. النهارده لما نيجي نبص للقيادات التنفيذيه نلاقي معظمهم شباب، لما نيجي نبص لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ معظمهم شباب، لما نيجي نبص لنواب الوزراء معظمهم شباب. فدي رساله قويه جدا ان الشباب هي كلمه السر في المرحله القادمه، وان في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان للشباب دور حقيقي على ارض الواقع. حزب مستقبل الوطن هو اول الاحزاب اللي اعلنت دعمها لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا بنقول مش في الملعب لوحدنا، كل الناس بتشتغل لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الاحزاب وكل التيارات السياسيه. إن كان حزب مستقبل الوطن هو الحزب الأقوى في الشارع، هو الحزب اللي واصل لكله بيت من البيوت، فكل حزب بيدلو بدلوة. وإحنا بنقول لفخامة الرئيس، إحنا بنقول نعم نعم عشان 10 سنين من الإنجازات. إن شاء الله على وعد إن إحنا كلنا هننزل ونشارك. أنا نائب عن القاهرة لكن برضو بتواجد في الدقهلية، وكل مواطنينا وخاصة سيدات مصر العظيمات هتنزل وهتشارك داعمين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خطتنا الوصول إلى القرى والنجوع والأحياء في كل المدن للدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس منتخب لدورة ثانية إن شاء الله، ونهني ونبارك بعض بالإنجازات اللي عملها الرئيس. اليوم هو يوم اصطفاف وطني لجميع الأحزاب وجميع المستقلين لتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الذي أنقذ مصر من الإرهاب، استطاع أن يحارب الإرهاب على أرض سيناء نيابة عن العالم مش نيابة عن مصر بس. النهاردة احنا شايفين تظاهرة حب في حب مصر وفي حب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن شاء الله مصر كلها عم بكرة أبيها ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده مش من فراغ. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد بناء مصر، عمل الجمهورية الجديدة إن شاء الله في ظل المشروعات العملاقة اللي تمت وفي ظل ما تم من إنجازات.